وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكافة أجهزة شؤون الأشغال والبلديات إلى التحقق والتأكد من كفاءة الاستعدادات التي اتخذت للتعامل مع موسم الأمطار، موجها سموه إلى رصد أماكن تجمع مياه الأمطار واتخاذ الاستعدادات والإجراءات الفورية لإزالة أي تجمعات من المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، وأن يتم التحقق من كفاءة الإجراءات لسحب وتصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والحيوية، وضمان أن لا تحد تجمعات مياه الأمطار من انسيابية الحركة المرورية. حث سموه على استنفار كل الطاقات لتجنب تجمع مياه الأمطار في الطرق العامة والميادين، وبخاصة على الشوارع الرئيسية وعند الأنفاق والمنشآت الحيوية عند هطول الأمطار. كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون مراكز الاتصالات التابعة للبلديات لتلقي البلاغات من الجمهور على أعلى كفاءة من الاستجابة، وأن تتعامل مع البلاغات بأقصى سرعة. كما حث سموه على مواصلة العمل للتحقق من إصلاح وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات ضخ المياه والتأكد من فعاليتها وقدرتها، موجها سموه ضمن ذات السياق إلى تواصل الاستعدادات للأمطار القادمة ومتابعة مستجدات حالة الطقس والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والاختصاص لتلافي أي مشاكل مرورية أو على صعيد الكهرباء والماء والصرف الصحي في حال هطول الأمطار.